الحلقة الماضية من سلسلة حلقات العلم بين العالمين قمنا بتسليط الضوء على أساليب التجني على العلم من قبل الذين يرون بنظرية التطور تهديداً لإيمانهم. وفي هذه الحلقة سنذكر بعض من الأساليب الخبيثة التي يتبعها البعض من المنحازين للخلق المباشر الذين يسعون للتشكيك بالمنظومة العلمية كلها وإشاعة الأكاذيب حولها واتهامها أنها مسيسة ومدعومة من أيادي خفية هدفها خداع البسطاء، وذلك ليبرروا عدم تقبلهم نظرية التطور عندما يفلسون من إيجاد أي حجة أخرى للرفض. أخواني وأخواتي، عملنا في هذه الحلقات ليس أن أحشد لك أسماء العلماء الذين ينكرون خرافة التطور ومقولاتهم في ذلك. لن أقول لك لا تؤجر عقلك لريتشارد دوكنز وتعال أجره لمايكل دانتون لأنه أعلم أو أبحاثه أكثر، بل هم رجال ونحن رجال، والعجب ممن يستخدمون هذه العبارة مع أئمة الإسلام ولا يستخدمونها مع ريتشارد وسام وجون، بل يريدوننا أن نؤجر عقولنا لهم. العجب ممن يقلل من شأن الإجماعات في العقيدة والتفسير ويجوز أن يكون علماء الأمة لأربعة عشر قرنا قد أخطأوا الفهم الصحيح بحجة أنهم رجال ونحن رجال، ثم هو طفل مستسلم عالة على علماء الغرب، مؤجر عقله لهم وداع غيره لتأجير عقولهم معه لهم. في الواقع نظرية التطور مثلها مثل النظرية النسبية ونظرية نيوتن للجاذبية موجهة للعلماء أصحاب الاختصاص في علوم البيولوجيا، وتزيد عن بقية العلوم في أنها تشمل تخصصات علمية أخرى متنوعة ومترابطة، من مثل علم الإنسان وعلم الجينات وعلم الطب الشرعي والكيمياء البيولوجية وعلم الحفريات والطب والصيدلة وغيرها من الكم الآخر من العلوم التخصصية، بالإضافة إلى علوم الاجتماع وعلم النفس. ما يعتبر علما في المجال الأكاديمي على مستوى العالم ليست مجرد أفكار يتم الترويج لها بدوافع سياسية أو أيديولوجية أو دينية، وليس من مهام المجتمع العلمي تحشيد الأدلة لتأييد هذه الأفكار مثلما يزعم بعض الخلقيون. فالعلوم التي تدرس في الجامعات هي تلك التي ميزها وصنفها المجتمع البشري لكونها تستند على جبل من الأبحاث والأوراق العلمية والرصدية والإحصائية تراكمت بصورة أدبيات علمية التي تم تمييزها وتصنيفها كعلوم طبيعية أو اجتماعية أو تطبيقية. وهذه العلوم تتفرع وتتخصص أكثر وتظهر فروعها بعلوم جديدة وتخصصات علمية دقيقة تتزايد كلما زاد فهمنا لطبيعة الكون والحياة. فالفيصل بين ما هو علم وما هو مجرد فكرة هو توفير الدليل التجريبي أو الرصدي على أي ادعاء، ومن ثم إخضاعه للنقد والتخطئة من قبل من هم بنفس التخصص في نظام صارم يسمى بمراجعة الأقران، وهذا النظام لا يخضع لأي سلطة كانت سواء دينية أو سياسية، ولا يسيطر عليه لا كتاب مقدس ولا المكانة الاجتماعية لأي كان، حتى لو كان هذا العالم صاحب نظرية حصد عليها جوائز نوبل لو كان في غير تخصصه. والسبب في عدم استطاعتنا تخطيئ الادعاء غير المادي هو كون طرقها عشوائية وغير مقيدة، أي أنه لا توجد لها حدود بما يمكنها أو لا يمكنها أن تفعله، لأنها كتعريف لا تتقيد بالقوانين الطبيعية، قوانين السبب والنتيجة. أما السبب في أن نكون قادرين على تخطيئ الإدعاء فهو أمر في غاية الأهمية لكل من يريد العمل في المجال العلمي، فهذه هي الطريقة التي يعمل بها التفكير النقدي بصورة علمية صحيحة، أي هذه الطريقة التي نفصل بواسطتها بين ما هو حقيقي وما هو على الأرجح ليس حقيقي. عندما نقيم الأشياء من خلال المشاهدات سواء التجريبية أو غيرها التي قد تعينون على معرفة ما إذا كانت الفكرة خاطئة أو غير صحيحة، وإن استطاعت الفكرة أو النظرية أن تبقى قائمة رغما عن كل المحاولات العديدة والمتكررة في تخطيئها، عندها فقط يأخذ العلماء تلك النظرية بجدية يعتبرونها نموذج معقول لكيفية عمل الأشياء بالطبيعة. لكن حجج كحج الخلقيين تكون مصاغة بالأساس لكي تكون غير قابلة للتخطيئ، وطبيعي عندها أن يقوم المدافع عن الفكرة باستخدام المرافعة الخاصة لكي يصون تلك المسائل الإيمانية من الاختبارات والتخطيط، ويدعي بنفس الوقت أنه يتبع المنهج العلمي. وهذه طريقة معروفة دفاع عن الإيمان، لكن ما لا يعلمه هؤلاء أن ما يفعلونه أتى بالنتيجة العكسية وعمل على إزالة فرضياتهم من مجال النهج العلمي. فالنهج العلمي عملي للغاية، والنظريات العلمية لها تبعات ومنتجات تطبيقية يستخدمها العالم كله ولا يمكن تزييفها أو إلغائها حتى لو رفضها بالبداية الكثيرون. عالم البحث العلمي هو عالم جامع شامل، فنحن نجد مثلا كثيرة من المشاريع البحثية تشترك بها دول تشوب علاقتها السياسية خلافات سياسية أو تاريخية. فالبحث العلمي لا يمكن أن يكلل بالنجاح من دون تعاون عالمي لما فيه مصلحة البشر جمعاء.
أما قوة الوسائل العلمية فهي تكمن في كونها شفافة، أي لا تعتمد على الاعتقادات الشخصية أو على وساطات مجموعة ما، ولا على العوامل الغيبية والاعتقادات الخرافية. فالوسائل العلمية وسائل حازمة، بمعنى أنها شاملة ونظامية وكمية بحيث ممكن حساب نتائجها، وهذه خاصية فكرية عالية المستوى وعالمية، أي لا تطبق على مجموعة بشر دون غيرهم. ومع أن العلاقات السياسية قد تعطل هذه النشاطات العلمية في مرحلة أو أخرى، لكن الشيء الأكيد هو أن جميع الساسة والاقتصاديون يرضخون بالنهاية لمطالب المجتمع العلمي، وخصوصا إن كانت البحوث ملحة في إنقاذ البشر. ولنا فيما حصل مؤخرا بين الجهد الدؤوب للقضاء على فيروس كوفيد 19 من قبل مراكز صحية عالمية من مثل CDC, CCDC, FDA وغيرها مثال حي. ولا يخفى علينا أيضا كيف أن رجال الدين أنفسهم خضعوا لتعليمات العلماء والساسة، فأوقفوا مشكورين العبادات الجماعية وأغلق المزارات المقدسة للحد من انتشار هذا الوباء. فالعلم طريقه ليس باليسير ولا يملك عصا سحرية، لكنه أملنا الوحيد، ولذا فهو يحوز على احترام من قبل الجميع. ولولا الصرامة في نهجه وكونه عملي وقابل للتطبيق لما حاز على هكذا سمعة. الخير الوحيد هو العلم، والشر الوحيد هو الجهل. الكثيرون لا يفرقون بين الفرضية والنظرية. النظرية تبدأ بالفرضية، ولن تصل إلى مستوى النظرية العلمية المثبتة إلا بعد أن تبنى على عواميد من أدلة كثيرة وتحديات وتخطيئات ونقد من زملاء التخصص ومراجعة التنبؤات التي من الممكن أن تحدث إن كان التفسير سليما، إلى أن يصبح العاملون في المجال البحث العلمي على ثقة عالية بصحة وفعالية التفسير، فيبدأ هنا التطبيق الفعلي ووضع القوانين وتسمى بالنظرية العلمية. وإن ظهر بالتفسير أمور لم يتنبأ بها في التفسير السابق، أو أن التطبيق اقتصر على ظروف أو مجالات دون غيرها، فهذا سيفتح المجال لبحوث جديدة لتظهر نظريات علمية أخرى لا تنقض الأولى بل تكملها لتصبح الصورة أكثر شمولية، تماما كما حدث مع نظرية الجاذبية والكتلة لنيوتن والتي أوصلتنا إلى القمر، ونظرية أينشتاين التي فتحت لنا الآفاق في الفيزياء الكونية، وميكانيكا الكم التي فسرت لنا طبيعة عمل الجزيئات عندما تكون في مجالات دون الذرة. ليست فقط الوسائل العلمية مختلفة، بل أيضا لا يوجد طريق واحد بعينه في القيام بالنشاطات العلمية، بل هي عديدة. فعلى سبيل المثال، نحن ممكن أن تكون لنا مشاهدات في ضوء نظريات قائمة، وقد تكون هذه النظريات أساساً منحازة لطريقة قيامنا بتلك المشاهدات، أو قد نجد المخاطرة في مصادر كثيرة تكون ملوثة ومليئة بالفوضى أو معتمدة على الثقافة المحلية وأمور محسومة سلفاً، فلا يوجد طريقة واحدة نقية للقيام بعمل علمي. وهذا ما قاد فلاسفة مثل توماس كون التفكير بطبيعة التقدم العلمي مع الزمن، لأنها بالفعل فوضوية وغير مختزلة للطريقة النقية التي نراها اليوم في كتب المقررات الدراسية. فتوماس كون أتى بفكرة الصورة الكبيرة أو بارادايم في العلم، وهذه الصورة هي عبارة عن الفكرة الجامعة التي تشمل كل الأفكار الصغيرة. البارادايم مثلها مثل النظرية لكن أكبر منها بكثير، فهي الطريقة التي يتم بها تفسير الكثير من الأمور في العلوم. وحسب كون، التقدم العلمي انقسم إلى مراحل من العلم العادي، حيث يقول كان التقدم بطيئاً وتم تنقيح الأفكار بالنظر إليها من خلال هذا البارادايم، وبعد فترات الأزمنة العلمية عندما صارت المسائل لا يمكن حلها عن طريق الالتفاف على البارادايم الموجود سلفاً، تم عمل التصليحات لموازنتها، وهذا كان من شأنها أن يقلب الصورة الكبيرة أو يعمل بارادايم شيفت، بحيث صار التفسير الخاص بنموذج علمي ما مستبدلاً بالكامل بنموذج جديد أو بارادايم آخر، وهذا ما يحتج به بعض الخلقيون بكون العلم ممكن أن يتغير من زمن إلى آخر. هؤلاء لا يعلمون أنه مؤخرا تم نقد نموذج كون بأنه يرتكب بها مغالطة الثنائية الفولس دايكوتومي، وذلك لأنه في الحياة الواقعية لا توجد فترات من العلم العادي ثم الانقلاب الفجائي من صورة إلى أخرى، أي ليس إما هذا أو ذاك، بل العملية تكون بصورة تقدمية وتدريجية ومستمرة في العلوم نفسها، خطوات حثيثة وخطوات أكبر ومن ثم أكبر وأكبر، من شأنها أن تتراكم فتقلب نظراتنا العلمية بصورة كبيرة كلما أصبحت المعلومات متوفرة بصورة أكبر، وهي التي يتبناها بعد ذلك الجميع حسب الاختصاص. ووجود النموذج الأكبر مهم لأنه يعين الباحث على تطوير برنامج البحث، خلق استراتيجيات بحثية خصبة، صياغة أسئلة والتنبؤات والتوقعات، تفسير النتائج وتحليل معناها ومدى تعلقها بموضوع البحث.
المجتمعات بحاجة إلى نتائج علمية تمتاز بالثقة لكي يتم البناء عليها في إصدار تشريعات تنظم الحياة أو لإنتاج خدمات ومنتجات مفيدة للمجتمع. ولذا فأغلب دول العالم تشرع قوانين لمراقبة وفحص واتباع أصول وأخلاقيات العمل العلمي، تلتزم بموجبها المؤسسات العلمية بممارسة رقابة على جودة وجدية الممارسات البحثية التي تقوم بها. فكل مجال بحثي تنفق عليه الدولة أموال دافعي الضرائب، يجب أن تحدد الشروط التالية عند تقديم مقترح لهذا البحث: الخطة العامة للبحث، الهدف من إجراء البحث والفوائد المرجوة من ظهور نتائجه، طرق البحث المتبعة، المخاطر والأثار الجانبية المتوقعة، الفريق البحثي المسؤول عن مشروع البحث، والممارسات البحثية الجيدة يقصد بها حرص المؤسسة البحثية على نيل ثقة المجتمع عن طريق ارتفاع مستوى جودة البحث العلمي، أن يجري البحث وتعلن نتائجه بطريقة صادقة وشفافة، أن تتم صيانة قيم المجتمع أثناء عملية البحث، وأن تتحمل جهة البحث مسؤولية نشاطها البحثي وما يترتب عليه من عواقب. يتولى الأساتذة المشرفين على البحوث الذين التزموا أثناء سيرتهم العلمية أصول وأخلاقيات ممارسة البحث العلمي، وتحملوا مسؤولية مراقبة سلامة الممارسات العلمية التي يقومون بها أو تلك التي يجريها طلابهم. مع ذلك، وفقاً للقانون الخاص بالمؤسسة البحثية، فيتصدر نظام عمل داخلي صارم تعين بموجبه لجنة يشارك فيها مدرسون وممثلي الطلبة ومحامون متخصصون، ورئيس المؤسسة يفرز خلاله أي عمل بحثي غير جدير بالثقة، وتبين الإجراءات التي تتخذ بحق المقصر. فمصطلح عدم الأمانة العلمية يشمل ولا يقتصر على القيام بتزوير أو تزييف الأدلة، تحوير أو تحريف دليل ليخدم نتيجة معينة، سرقة المنتجات العلمية للغير. تستقبل هذه اللجان تبليغات من أي جهة حتى لو كانت مجهولة الهوية، وذلك يعني بأنه كان على القنيبي أن يرسل لكل اللجان المعنية في كل جامعات العالم تبليغا عن المؤامرة التطورية المزعومة لكي يثبت موقفه، وليس الخروج علينا بفيديوهات يوتيوبية ليحاكي العامة. وعندها كانت هذه اللجان ستقوم بفتح تحقيق عن الشك في سلامة الممارسة البحثية وإعطاء قرار بخصوص التبليغ. توجد أيضا في أغلب الدول مؤسسات حكومية وغير حكومية مهمتها فحص ومراقبة اتباع أصول وأخلاقيات ممارسة العمل البحثي، وأحيانا يتطلب الحصول منها على ترخيص لممارسة البحث قبل إجراء، من مثل البحوث التي تتضمن إجراء اختبارات الأدوية على عينات من البشر أو الحيوانات. في الحلقة القادمة سنرد على الادعاء حول عدم إنصاف العلماء المعارضين للتطور وإقصائهم من الجامعات والمؤسسات العلمية. متابعونا، شكرا لكم.